في سياق متصل التقى الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أشاد معاليه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك في إطار العمل على تعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية. وقد ضم الوفد المرافق لمعالي وزير الداخلية سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والضباط.